عندنا اخبار كتير جدا زي ما كابتن هاني قال طبعا. بس لازم نبدا كالعاده اخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي طبعا النادي الاهلي في سباق دايما، ودايما سباق بالتكنولوجي الجديد، وسباق كمان بخطوات وخطط طويلة الأجل. النهاردة أعلن النادي الأهلي تفاصيل التعاقد مع ميشيل بوروكيتش، ده مدير قطاع الناشئين، مدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الأهلي. وأنا في اعتقادي أنها خطوة يمكن اتأخرت شوية، لكن خطوة مهمة جدا جدا في إطار الاهتمام بقطاع الناشئين، القطاع المهم والأهم في النادي الأهلي، يهتم بالمواهب، وإن شاء الله يكون مستقبل الفريق الأول. خطوة دي رائعة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا. اللي بيأكد كمان يا سهام أنه هو التطوير بس مش في القناة، التطوير بس مش في المنشآت، لكن كمان زي الكابتن محمود الخطيب ما قال في لعبتنا لا كمان في الإنسان طب. التطوير في إمكانيات. طبعا المدير الفني الأجنبي أكيد هيدي خبرات كمان لمدربينا في قطاع الناشئين، علشان إن شاء الله بإذن الله نشوف أولاد النادي بيشاركوا مع الفريق الأول بصفة مستمرة. هو ده التفكير في المستقبل صحيح. زي ما بنقول، وطبعا زي ما مجلس الإدارة وكابتن هاني يمكن قال أنه تعاقد مع يمكن فايلر وقدر أنه يحقق نجاحات مع الفريق الأول، وظهرت بصماته فعلا سريعا. دلوقتي يمكن في خطوة إيجابية تانية، أنه مجلس إدارة الأهلي يعني بيعتمد على هذه التجربة الأوروبية علشان يطور قطاع الناشئين، وخاصة أنه بروكيتش له خبرات كبيرة جدا في القطاع ده، قطاع الناشئين. يعني يمكن هو بيحمل رخصة اليوفا برودي من أعلى الشهادات التدريبية اللي بيمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين في العالم، ودي يمكن بتتيح للمدربين دول أنهم يتولوا قيادة أكبر الفرق أيضا والمنتخبات في أوروبا. كمان هذا التشيكي معاه رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوفا تشيلدرن تيم، وده يمكن برضو يعني دي يمكن من الشهادات الكبيرة جدا اللي بيتم منحها لهؤلاء المدربين. الخبير التشيكي وصل امبارح مصر، وصل الفجر، وكان في استقباله خالد بيبو، كابتن خالد بيبو، أمير توفيق وسمير عدلي مدير العلاقات العامة. بروكيتش وقع تعاقد مع النادي الأهلي لمدة موسمين في حضور خالد بيبو وأمير توفيق. طبعا خطوة جيدة جدا جدا أكيد. جدا زي ما بنقول. وكمان هذا المدرب التشيكي بروكيتش كان ليه باع كبير جدا في تدريب الناشئين، يعني كمان تولى القيادة التدريبية في قطاع الناشئين، وكانت طبعا إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعني جابت المدرب التشيكي بعد دراسة كبيرة جدا، والسي في بتاعه الرائع زي ما احنا قلنا، حاصل على الويفا وحاصل كمان على السبيشال لايسنس المتخصصة في قطاع الناشئين. وكانت المفاوضات طبعا بدأت وقام بها أمير توفيق مدير التعاقدات بالتنسيق طبعا مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، طبعا بالرجوع للجنة التخطيط للكورة في النادي طبعا تحت إشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. بروكيتش شغل مناصب كتيرة، يعني كان المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم من 2016 ل 2018، كان كمان مسؤول عن فرق الناشئين، ساعد في أعداد كبيرة جدا جدا في تطوير اللاعبين وتطوير المدربين، ويعني كان عنده معايير، وهو طبعا وفق المعايير احنا عارفين الاتحاد الأوروبي ليه معايير خاصة جدا لانتقاء مدرب الناشئين، واللي المسؤول عن تنمية وتطوير اللاعب الناشئ دي بيكون ليها تخصصات معينة. كمان التشيكي كان ليه مساهمة كبيرة جدا مع منتخب التشيك تحت 17 سنة وتحت 19 و21 اللي أحرز العديد من الميداليات على مستوى القارة الأوروبية. كمان بروكيتش تولى منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براغ، عارفين من الأندية الكبيرة جدا جدا في التشيك، ويعني عمل معاها شغل على أعلى مستوى وصعد لاعبين، واللاعبين دول كمان مثلوا طبعا براغ على المستوى الفريق الأول، وخدم المنتخبات من خلال كل المنتخبات إذا كانت منتخبات الشباب أو منتخبات الأولمبية. فأنا في اعتقادي أنه مكسب كبير جدا جدا للنادي الأهلي، والنادي الأهلي زي ما قلت لك يا سهام بيحط خطوات جديدة في تطوير زي ما قلنا مش المنشآت بس، لكن تطوير كمان القطاعات الخاصة والخاصة جدا جدا كمان بكرة القدم. صحيح. هو يمكن زي
ما انت قلت خرج مميزين، والنهاردة دي مهمته انه يتم تخريج المميزين من قطاع الناشئين. لسه مع اجواء التعاقد مع تشيكي ميشيل بروكيتش، وكان النهاردة في اجتماع مهم جدا مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وده كان بحضور لجنة التخطيط لكرة القدم، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ايضا كان موجود، خالد بيبو زي ما قلنا مدير قطاع الناشئين، امير توفيق برضو قلنا كده، عشان يناقشوا استراتيجية العمل ويتفقوا على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ده تحديدا ومناقشة احتياجاته على كافة المستويات. أكيد وطبعا ده زي ما قلنا ده في إطار التخطيط والتطوير في النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما سباق بالنهوض بفرق القطاع فنيا وبدنيا وتنمية المواهب كمان يا سهام، على أساس كمان يعني في كمان لجنة لانتقاء المواهب السكاوتنج، دي لجنة مهمة جدا جدا طبعا هتكون تحت رعاية المدير الفني التشيكي لتدعيم كمان صفوف الفريق الأول. احنا عايزين نخدم الفريق الأول لمنتخباتنا، لازم يكون في المنتخبات على جميع المستويات. معانا النهاردة كابتن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب طبعا. لازم يكون عدد كبير إن شاء الله من لاعبي النادي الأهلي متواجدة على المستوى الدولي من خلال قطاعات الناشئين. طبعا الاجتماع النهاردة كان اتفقوا على خريطة العمل واحتياجات قطاع الناشئين وتحديد مواعيد بداية التدريبات لفرق الناشئين خلال الأيام المقبلة اللي جاية. وده طبعا يعني أنا شايف إنه شيء إيجابي جدا مهم جدا لقطاع الناشئين، وإن شاء الله الناس بس ما تستعجلش، يعني الناس برضو عايزين نقول ما تستعجلش ده السنة الجاية نشوف 3-4، لا الموضوع بياخد لونج بلان شوية. قطاع الناشئين محتاج تطوير، التطوير ده بيحتاج وقت شوية عشان إن شاء الله في المستقبل أكيد قدامنا مش في يوم وليلة سنتين ثلاثة إن شاء الله ويبدأ توالي ان شاء الله صعود ابناء النادي الاهلي لتمثيله على المستوى المحلي في مع الفريق الاول، وان شاء الله نشوف لعيبه كثيره على المستوى الدولي مع منتخباتنا ان شاء الله باذن الله. لسه مع بروكيتش، والنهارده الحقيقه كان في جوله تفقديه في مقر النادي في الجزيره بعد ما تم توقيع عقود توليه المهمه دي. الجوله كانت بصحبه خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، وكان معاهم ايضا امير توفيق مدير التعاقدات في النادي. المدرب التشيكي كان بيتفقد جميع منشات النادي هناك، دولاب البطولات، يعني يمكن كمان نزار ملعب التتش النهارده كابتن هاني، وكان قرار التعاقد معاه كان بعد دراسة شاملة للقطاع زي ما قلنا ايه هي احتياجاته، ازاي ننهض بيه علشان يضاهي قطاعات الناشئين في اكبر الاندية العالمية مش بس على مستوى مصر. كمان زي ما قلنا انه المهمة دي مسؤولة عن تفريخ العناصر اللي بتخدم الاهلي اكيد، وبتخدم كمان في النهايه منتخبات، يعني منتخبنا الوطني كمان مهم اكيد، وكمان لما بيكون ناشئينا واولادنا في النادي بيمثلوا مصر على المستوى الشباب ومستوى الناشئين والمنتخب الاولمبي، ده كمان بيدي اولا اكيد يعني بيكون شرف ان النادي الاهلي بيصعد للمنتخبات، وكمان على المستوى الشخصيه لانه بيخلق شخصيه اللاعب الدولي اللي هتساعد كمان اللاعب دوت انه يوصل للفريق الاول ويكون يوصل كمان للمنتخب الاول صحيح. فان شاء الله بنتمنى التوفيق طبعا للقطاع كله، وجود لك ان شاء الله لمدربنا المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين.